خادم الحرمين حفظه الله أمر بعدم الإضرار بصغار المزارعين. نطالب بتطبيق القرار لصالح صغار ومتوسط المزارعين. الشركات الكبرى هي سبب استنزاف المياه وليس المزارع الصغير. إذا كانت الزراعة ما تفرق بين القمح والشعير في استهلاك المياه فهذه مصيبة. سعد الدغيلبي من مزارعين مدينة ساجر. أخوكم المزارع خالد بن هزاع المطيري من المنطقة الشرقية. المزارع محمد راشد بلوي من مزارعين منطقة تبوك، غير موظف، رزقي الوحيد بعد الله الزراعة. استبشرنا خير بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر برقم 66 في 25/2 عام 1437 القاضي بإيقاف زراعة العلف الخضراء. قرار 66 جاء من صالح المواطنين والذي ضمن حقوق صغار ومتوسط المزارعين وضمن لهم مساحة 50 هكتار والاستمرار في زراعة العلف الخضراء. وإحنا ملتزمين بالقرار 66 إذا طبق وبدون تحوير من قبل الوزارة ملتزمين. بعد دراسة قامت بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، يدخل قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ والمتضمن إيقاف زراعة الأعلاف وتقليصها. وزارة الزراعة أجحفت بتحوير القرار ضد صغار المزارعين وأصدرت رخص بمساحات هكتار وهكتارين ومساحات صغيرة. آلية المسح كانت بالقرار تقني وميداني ولم يطبق الميداني، وبحيث أنه لم يطبق الميداني اعتمدوا على التقني، حرم صغار المزارعين 70% إصدار الرخص صفر. يعني إنسان لديه 5 مزارع تصدر الوزارة قرار أنه مالك إلا مزرعة واحدة فقط، المزارع الثانية مالك حق تستثمرها ولا تأجرها، وإذا بعتها الشخص الذي يشتريها ما يستفيد منها شيء. بعد إلحاح المزارعين ومراجعتهم أصدرت منشور ينص على أن الحد الأدنى هو 30 هكتار. طيب وزارة الزراعة ليش تحرمه من حق من حقوقه أمر به مجلس الوزراء الموقر بضمان 50 هكتار استمرار فيه؟ معطينا قال معطينا هكتار وهكتارين وخمسة هكتار، ما لها جدوى اقتصادية أبدا، صفر. ناس لديهم صكوك شرعية إلى الآن 50% ما صدرت ولا صادر له هكتار وربع. يهدف القرار الحفاظ على المياه الجوفية غير المتجددة عبر تخفيض استهلاكها في مناطق الرف الرسوبي. نطالب بتطبيق القرار لصالح صغار ومتوسط المزارعين بضمان استمرارية عملهم وعدم تعطيل مصالح. يرضي صغار المزارعين إذا أعطيته نفس المساحة الموجودة لديه ورخصت له عليها، يعني مثلا عنده 30 هو في الأصل زارع 30 هكتار أعطيه 30 هكتار، زارع 40 هكتار أعطيه 40 هكتار، القرار يقول بما أنه لا يزيد عن 50 هكتار. كلهم مواطنين والدولة حفظها الله مع المواطن وليس في ضرره، والقرار نص صريح على عدم الإضرار بصغار المزارعين. في الوقت الذي أعلن فيه كبار المزارعين عن إيقاف زراعة الأعلاف إلا أن صغار المزارعين لا يزالون يطالبون الوزارة بتنفيذ ما نص عليه القرار الوزاري. لمعالي المواطن خالد الفرحان، جدة.